والله شوف حكاية المدربين ورجعتهم للمملكة هذه من زمان. يعني أنا أذكر في مدربين مثلا نجحوا مع أندية وفشلوا في أخرى، هذه الغالبية. لكن مثلا ناخذ اسمين أنا مر على بالي، يوردينسكو وبلاتشي، الراحل بلاتشي لهم تجربة في الهلال، بلاتشي مع الهلال ومع النصر هذا اللي أذكرها، ويوردينسكو مع الهلال ومع الاتحاد، حققوا نجاح كبير جدا جدا، ربما يعني متساوي. لكن معظم التجارب، مشكلة أنديتنا إذا نجح المدرب في النادي الفلاني يعني يختلف النادي من إمكانيات، حتى أجواء، جماهيريته، نجومه، تختلف عن إمكانيات النادي. زي ناخذ على سبيل المثال التعاون مع قوميز قبل سنتين، صحيح كان مكسر الدنيا الفريق التعاون بقيادة، اشتغل عليه الأهلي لما جابه وفشل فشل ذريع. ما هو فشل في المدرب بقدر ما هو فارق أشياء كثيرة، لقى عند التعاون الطموح، الأهلي يعني في أشياء كثيرة، تفاصيل صغيرة فنية قد أجهلها الكابتن حاتم ولا تمنى أبو عبد الله تفهم أكثر بالأمور الفنية. لكن أنا أقول أنا ضد أي مدرب يروح تقيس على نجاحه مع النادي الثاني، وضد أي مدرب يرجع في نص موسم. أصلا المدربين أنا يعني أضاعف احترام المدرب يقول أجي مع بداية موسم إعداد، حتى أنا عندي فلسفة تدريبية، عندي كذا، أعمل على المعسكر. المدرب في مدربين لا، يقول فرصة، هي المسألة بحث عن رزق، يجي نص الموسم نهاية موسم، وهذا بعض يساهم في فشلهم. لكن بشكل عام ما كل مدرب ينجح في نادي ينجح في آخر. صح.